السلام عليكم. راح نبدأ اليوم بالوحدة الخامسة، بأكيد اليوم إن شاء الله مخلصها. يونيت 5 literature، الوحدة الخامسة الأدب. ننزل هون في النصين عنا موسى سلسبيل. موسى: I enjoy reading a good story. أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة. I mean an exciting story with plenty of action. أنا أقصد أو أنا أعني an exciting story، قصة ممتعة، with plenty of action، في وفرة من الأكشن يعني الحركة. I have tried reading other kinds of novel. أنا حاولت أو أنا جربت قراءة أنواع أخرى من الروايات. But I prefer this kind، ولكن أنا أفضل هذا النوع. They are relaxing and easy to read. هم يعني relaxing يعني يعني بشعر بالاسترخاء، and easy وسهلة للقراءة. Sometimes I feel like reading at home. أحيانا أنا أشعر كأني أقرأ في المنزل. And I often read on the bus. وغالبا أقرأ في الباص. I travel a lot by bus. أنا سافرت كثيرا في الباص. And the journeys can be boring. والرحل يمكن أن تكون مملة. So it's good to have something to read. لذلك إنه من الجيد أن الواحد يملك شيء ليقرأه. سلسبيل نجي. Reading a good novel is one of the things I enjoy most. قراءة رواية جيدة هو واحد من الأشياء اللي أنا بفضلها أكثر يعني. I try to do some reading most day. أنا حاولت أن أقرأ most day أيام كثيرة، أغلب الأيام يعني. So I get through quite a lot of books. لذا أنا ذهبت واشتريت كتب بسرعة. Sometimes I don't know what to read next. يعني أحيانا أنا لا أعلم ما الذي أقرأه يعني التالي ما الذي أقرأ. So I ask my friend to recommend a good book. لذلك أنا أسأل أصدقائي ليوصوني بكتاب جيد. Before choosing a book، قبل أن أختار كتابا، I read a few books if see books to see if I like it. أولا قبل ما أختار كتاب أنا بقرأ منه بضعة صفحات لأشوف إنه إذا أنا بحبه أو بعجبني أو لا. I like novels about people. أنا أحب أعجب بالروايات عن الناس. I think the characters and their thoughts are more interesting than what happens in the story. أنا أعتقد إنه الكاريكاتير وأفكارهم their thoughts are more interesting، أكثر إمتاعا أو أكثر متعة من what's happened in the story، من الذي حدث في القصة. نجي هلا على هدول النصين، chapter 1 chapter 2، النص الأول النص الثاني. بس طبعا هي انه هذا النص الاول كله تعبيرات مجازية يعني لدرجة. A sound walking، صوت ايقظه. He raised himself on his elbows and listened. هو نهض حاله من مرفقيه and استمع. Holding his breath، حبس انفاسه. But he could hear nothing، ولكن لم يستطع سماع اي شيء. It was incredibly quiet، إنها هدوء لا يصدق. Unnaturally، غير طبيعي. سو أيضا. Then he noticed that the fan has stopped. ثم هو لاحظ أن الفان المروحة had stopped، توقفت. He got out the bed، هو أنه خرج أو قام من التخت. Untucking the mosquito net، يعني شال ال اسمه موسكيتو يعني مثل الناموسية نت، شبكة يعني مثل هاي الناموسية. and took the gun from the cabinet drawer، وأخذ المسدس من الخزينة يعني درج الخزينة. his bare feet made small tucky، يعني هو قدماه العاريتين قد صنعت tucky noises crossing the floor and his elbow cracked as he reached for door handle.
وقدماه العاريتين صنعوا ضجة صغيرة crossing the floor يعني على الطابق أو على الأرض and his elbows و and his elbow ومرفقه كراكت ارتطم and he reached عندما وصل for the door handle في مقبض الباب يعني مرفقه ضرب بمقبض الباب. The silence was so instant يعني الصمت أو الهدوء so instant كان شديدا جدا without the fan بدون المروحة that the smallest sound was exaggerated يعني وبدون نرجع من الأول إنه الهدوء كان شديد جدا بدون المروحة that the smallest sound was exert يعني كان الصوت الصغير يضخم بها هو يعني المروحة كانت إنه بتعطي صوت كبير يعني بتضخم الصوت. He opened the door هو فتح الباب a few centimeters يعني فتح الباب سنتيمترات قليلة and peered وحدق كاوتزوالي باستغراب into the long يعني طلع لبعيد. هايد سيلينجان ليفينج روم يعني طلع على سقف يعني سقف الغرفة. The big windows let in the down light يعني الشباك الكبير عم بخلي انه الضوء ينزل and the room seemed less shadowy than the bedroom والغرفة انه بينت اقل ظلاما من غرفة النوم يعني الصالون. But just as dead لكن كما هو يعني الموت just as silent كما هو من الهدوء أو الصمت. نجي هلا على النص الثاني هذا الولد الغاضب يعني Mother died today أمي ماتت اليوم or maybe yesterday أو ربما البارحة I can't be sure أنا لا يمكن أنا لا أستطيع أن أكون واثقا. The telegram from the home says البرقية من دار العجزة home يعني هون دار العجزة says تقول your mother passed away أمك passed away هون يعني dead ماتت يعني. Funeral tomorrow الجنازة غدا. Deep sympathy يعني حزن أو مأساة حزن عميق يعني. Which leaves الذي يغادر the matter doubtful يعني يجعل المسألة مشكوك فيها. It could have been yesterday إنه من الممكن أن تكون البارحة. The home for aged persons it about 100 kilometers from Algiers يعني دار العجز للأشخاص المسنين يعني هو يبعد 100 كيلومتر من ال يعني عن الجزائر. If I take 2 o'clock bus إذا أنا أخذت الساعة الثانية الحافلة I should get there well before nightfall يعني أنا لازم أكون أوصل هناك قبل ما تصير الليل يعني قبل منتصف الليل. Then I can spend the night there ومن ثم أنا بستطيع أن أكمل الليلة هناك. And be back here by tomorrow evening وأعود إلى هنا يعني بكرة مساء يعني. I have fixed up with my employer for 2 days. أنا ضبطت إنه أنا بضبط مع مديري ليومين ليف للمغادرة. Obviously the circumstance بوضوح in the circumstance يعني في الظروف. He couldn't refuse يعني هو لا يمكنه أن يرفض أو يفصلني يعني still هذا أبقى. I had an idea he looked annoyed أنا أملك فكرة عندما أو هو يبدو غاضبا. And I said وأنا أقول without thinking بدون تفكير sorry sir آسف سيدي but it is not my fault you know آسف سيدي ولكن إنه ليس خطأي كما تعلم. نجي هلا على القاعدة هون تبعت الشكل ال ing أو الفعل بالمصدر يعني ing form or gerund يعني شكل ال ing أو الفعل الرئيسي. We sometimes use the ing of from of form of verbs like a noun. نحن أحيانا نستخدم ال ing form يعني شكل ال ing of verbs لأفعال like a noun مثل اسم يعني بصير اسم. This form is called a gerund. هذا
الشكل يسمى بالفعل الرئيسي أو مصدر مؤول. We can use the gerund as the subject of the sentences. بإمكاننا أن نستخدم نحن إنه الفعل مصدر يعني الفعل الرئيسي مثل إنه الفاعل بالجملة. نجي هلا على المثال شوف شلون رح نفهمه. Reading is good for you. القراءة جيدة لك، يعني قراءة أخذت محل الفاعل هون بالجملة. Driving too fast is dangerous، يعني القيادة بسرعة كبيرة إنها خطرة. يعني هلا نحن بنستخدم هون بأول قاعدة بنحسن نستخدم الـ ing ليصير فاعل بالجملة. يعني reading is good for you يعني القراءة جيدة لك، يعني هون صار الشكل الـ ing هو بعبر عن الفاعل. We can use the gerund as the subject after certain verbs. نحن باستخدام إنه نستخدم الفعل الرئيسي gerund as a subject مثل الموضوع after the certain verbs بعد الأفعال المؤكدة. certain verb يعني أفعال مؤكدة، يعني مثل I enjoy reading a good story. أنا أستمتع بقراءة، يعني قراءة هي يعني هون نحط من الفعل مصدر رئيسي أو مصدر مؤول ما بقوله. I enjoy reading a good story. يعني أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة. I have tried reading other kinds. أنا حاولت قراءة أنواع أخرى. يعني هون لاحظتوا إنه نحن استخدمنا reading هي بس بشكل فعل رئيسي أو مثل بالعربي عنا يعني قريبة من مصدر المؤول. يعني قرأ قراءة، يعني هون كلها بتصير فعل مصدر مؤول. أنا حاولت قراءة أنواع أخرى. لون أو أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة. نجي نشوف الحالة التالية. When a verb comes directly after a preposition, it is usually in the ing form. عندما يأتي الفعل بالتحديد بعد أحرف الجر، عند بيجي الفعل بعد أحرف الجر مباشرة، it is usually in the ing form. يعني بيجي بعد أحرف الجر غالبا هي شكل ال ing أو الفعل مصدر مؤول. شوف هلا هون before choosing a book. before هي قبل هي معرفة من أحرف الجر، يعني قبل اختيار كتاب I وتكملة الجملة. المثال الثاني I said it without thinking. يعني أنا قلت ذلك without بدون thinking تفكير. هون لاحظنا إنه يعني عبارة عن قاعدة سهلة هي بس مراجعة فكرة أساسية إنه نحسن نستخدم الفعل مصدر مؤول بالفاعل، يعني عبارة أو تعويض عن الفاعل بالجملة مثل reading is good for you يعني القراءة جيدة لك، يعني صارت القراءة بمحل الفاعل. والمثال الثاني نحسن نستخدم نحن الفعل الرئيسي هو المفعول أو الموضوع تبع الجملة بس بعد الأفعال المؤكدة. ماشي، يعني I enjoy reading a good story يعني أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة، يعني فعل مؤكد يعني ما فيه شكوك أو ربما أو هيك، تمام. والفعل الثالث إنه بعد أحرف الجر غالبا ما بيجي فعل بالشكل ال ing، يعني مثل before قبل before حرف جر بعدها بصير choosing اختيار ابو كتاب. يعني قاعدة انه بسيطة وان شاء الله تكونوا فهمتوها. هلا بننتقل على القاعدة اللي بعدها، هي قاعدة adjectives الصفات followed by the infinitive. الصفات ملحقة بالinfinitive هي المصدر. adjective which describe reactions and feelings are often followed by the infinities from of the verb. يعني الصفات which describe الذي تشرح أو تصف reactions يعني ردة الأفعال and feelings والمشاعر are often followed by the infinities هي غالبا ما يتبعها يعني infinitive المصدر form يعني شكل المصدر تبع الفعل. نجي على المثال نشوف شلون. hello مرحبا how are you كيف حالك؟ It is good to see you. إنه من الجيد لرؤيتك. يعني هلا أنا هون بعبر عن مشاعري، لذلك استخدمنا الفعل بالإنفينيتي يعني بالمصدر. يعني It's good to see you. يعني أنا شعرت إنه بشعور جيد لأنه شفتك، لذلك استخدمنا هون الفعل بالإنفينيتي بالمصدر.
I am afraid to tell you that you have failed the exam. يعني أنا خائف لإخبارك أنك قد فشلت في الامتحان. كمان هون بيعبر عن شعور. شوف هلا الثاني. Many other adjectives are also followed by the infinitive. والعديد من الصفات الأخرى هي ملحقة بالمصدر أو المصدر الرئيسي. يعني مثل example, are you ready to start? يعني هل أنت جاهز لنبدأ؟ كمان هون كتير بتجي مثل هالحالة إنه بيكون الصفات فورا وراها فعل بالمصدر، بس ما طبعا ما إنه دائما. These groups are only good to eat when they are ripe. These grapes عفوا. هذا العنب are only good يعني إنه الوحيد to eat لأكله when they are ripe عندما يكون طازجا أو نقيا. نجي على القاعدة اللي بعدها. Nouns الأسماء, pronouns الضمائر, and question words وال اسمه علامات الاستفهام, followed by the infinitives. يعني عنا الأسماء والضمائر وعلامات أو question words يعني علامات السؤال أو كلمات السؤال بالحق المصادر. يعني شوفوا الأول. We use the infinitives from after a noun or a pronoun to explain the purpose of something. يعني نحن نستخدم المصدر from after a noun يعني من اسم أو ضمير to explain the purpose of something لي يعني لشرح الغرض من شيء ما. يعني نحن رح نشرح شغلة إنه ليش. نجي على المثال. Pass me a knife يعني عفوا. أنا بجي على المثال هون. Pass me a knife. مرر لي السكين. To cut this bread please. يعني مرر لي السكين لأقطع هذه الخبزة أو هذا الخبز. يعني نحن هلا نحن استخدمنا هون to cut الفعل بالمصدر الرئيسي. ليش؟ لأنه نحن ليش بدنا السكينة؟ منشان نقطع الخبز. يعني نحن عم نبرر الغاية لشيء ما مثل ما بقول بالقاعدة. To explain the purpose of something. شرح الغرض أو الغاية من شيء ما. Can you give me something to stop the headache؟ يعني هل بإمكانك أن تعطيني شيء to stop لإيقاف this headache لهذا الألم الرأس أو الصداع؟ كمان هون نحن إنه استخدمنا هذا مشان نبرر الغاية أو ليش. يعني إنه ليش بدنا إياه استخدمنا الفعل بالمصدر. جعل بي. We use the infinities after certain verbs. يعني نحن نستخدم المصدر بعد الأفعال المؤكدة يعني فعل مؤكد. نجي هون. She is decided to study biology. هي قررت أن تدرس أو دراسة البيولوجية. I am trying to find the post office. أنا أحاول إيجاد the post office يعني المكتب. المكتب يعني كمان أو مكتب البريد. نجي على التالتة. We sometimes use the infinitives after question words. Who, where, what, when. يعني نحن نستخدم المصدر بعد ال question words بعد علامات الاستفهام مثل examples. Do you know how to drive? هل تعلم يعني أو كيفية القيادة؟ هون اجت بعد ال how. تمام. The man at the tourist office told me where to go. الرجل في مكتب السياحة told me أخبرني where to go يعني أي لأين سنذهب. يعني هلا نحن إذا شفنا أفعال مؤكدة بنحط الفعل بالمصدر، وإذا شفنا كمان علامات أو كلمات الاستفهام ال who وال where ولا ال what ولا ال when بنحط كمان الفعل بالمصدر. وعند بنشوف مثلا واحد بنستخدم بعد الأفعال أو الضمائر مشان تبرير الغاية، إنه مثلا أنا ليش بدي هالشغلة؟ مشان هيك أسوي. تمام؟ بس في هون عنا يعطينا ملاحظة إنه we don't use the infinitives after why. نحن لا نستخدم المصدر بعد why. تمام؟ هاي لازم تنتبهوا عليها. نجي هون هلا على التمرين. I have sent عنا إرسال how كيف spell where أين use استخدام أو استخدم what ماذا find إيجاد how كيف write اكتب where أين.
نجي على أول محلول، نجي على الثاني. I have forgotten how to use the computer. أنا قد نسيت كيفية استخدام الكمبيوتر. يعني هون كمان حطيناها. نحط الثالثة. You haven't told me how to read the letter. أنت لم تخبرني كيفية استخدام الخطاب. فيكم أنتوا هدول تكملون، هدول الكلمات هنن بالصندوق، بس نحن مشان الوقت مشان نلحق نخلصهم كلياتهم. نجي على بعدها. ing or infinitives يعني شكل ال ing أو المصدر. We have already looked at some verbs which always end with ing. نحن حالا يعني هلأ حالا أخذنا نظرة عن الأفعال اللي بتنتهي غالبا تنتهي بال ing and some which are followed by the infinitive to. والبعض ملحقين بالمصدر to. Examples: I enjoy reading a good story. أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة. We have arranged to meet on yesterday. On Tuesday عفوا. نحن يعني هلا أو أنا أستمتع بقراءة قصة جيدة. We have arranged يعني نحن اتفقنا أو حط نحن رتبنا موعد إنه نشوفك Tuesday الثلاثاء. بس ما ذكرنا هلا شوفوا هنا. The best way to learn whether a verb is followed by ing or the infinitives. الطريقة الأفضل للتعلم أي الأفعال نحن إنه راح تكون ملحقة بال ing ولا ال infinitives through practice من خلال السماع يعني أو الممارسة. لازم واحد يمارس ليعرف إنه هذا الفعل لمين بيجي وهذا الفعل لمين بيجي. You can also write the verbs in groups. بإمكانك أنت أيضا إنه تكتب الأفعال في مجموعات to help you remember. يعني تساعدك على التذكر. Here are some common verbs for each pattern. عندك هدول هلا الأفعال تحت هنا هن بلحقوا لأنه ما في قاعدة تحسن أنت تميز بيناتهم غير القواعد هن أعطاكم. يعني إذا مثلا بيكون عندك فعل أنت بجوز ما تعرف إنه هذا بتصرف مع الـ ing ولا بتصرف مع الـ infinity. لذلك أنت لازم تمارس. ما بقول لك is through practice يعني من خلال الممارسة. نجي هلا بنحفظ لدول الأفعال من ترجمون. avoid تجنب. be worse الأسوأ. enjoy استمتع. feel like شعر يعني. finish أنهى. imagine خيال أو هيك انسحر. keep حفظ. look forward to يعني نظرة إلى. mind فكر. practice ممارسة. risk مخاطرة أو مجازفة أو مغامرة كمان تجي. verb والانفينيتيف على دوك الافعال اول شيء تبعت مع بيجوا مع الاي ان جي وهدول الافعال الثانيين بيجوا مع الانفينيتيف يعني تو. arranged رتبنا يعني او رتب. afford تحمل. choose اختار. decide قرر. accept توقع. fail فشل. hope تأمل يعني تمنى. learn تعلم. plan خطط. prepare حضر. seem نفسه يعني. want أراد يعني.